هل يجوز الأكل والشرب قائما؟ أما الأكل فليس فيه نص إلا النص المعلول، كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، ولكنه معلول. ثم تقول الناس لما ذكر حديثنا النبي عن الشرب قائما قال في قيل له في الأكل قال ذاك أشر ذاك أخبث.